في أول أيامي هذا المهرجان، مهرجان المنطقة الغربية لسباقات الهجن العربية الأصيلة وتسعيرة هجن، الرئاسة التاسعة أيضا المتابعة لهذا الانطلاق، وهذا المهرجان يقام تحت رعاية كريمة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. نأتي بكم هنا إلى شوط جديد من أشواط هذا اليوم، وهو شوطنا التاسع من خلال 25 شوطا المنطلقة والخاصة بسن الحجايج. تحية وأجمل تحية مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم من هنا من مدينة زايد بالمنطقة الغربية حيث نتواصل معكم في هذه التغطية الإعلامية مع انطلاقة الشوط التاسع، وخصص لفئة الأبكار لأبناء القبائل مع المسافة. أحييكم مع هذه الانطلاقة الموفقة مع الأربعة كيلومترات التي ترافقنا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، شكرا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، ونتابع هذا التحدي، نراقب المقدمة، نبدأ المشوار مع سرابة التي سجلت حضورها في هذا المهرجان بشعار عامر بن خلفان بن راشد الكتبي من يقدم سرابة في أول الانطلاق وأول التحديات. أما المركز الثاني تأتينا بغداد ثانيا نسري بن حليث بن حصيبان العويسي من يتقدم مبدع في هذه الجولة وفي هذا المهرجان. أما المركز الثالث من نصيب حشيمة مطر بن عيد بالكوز الفلاسي أهل المرموم قادمون بهذا الشعار، ونقلتنا التالية إلى المركز الرابع مهمة حمد بن سيف بن محمد العامري من يقدم مهمة في هذا الشوط المهم والصعب، نقلة تالية إلى المركز السادس الظبي منصور بن محمد بن نعيف العامري، وسابع المراكز تأتينا بياسة خالد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري أطلق العنان إلى تحدي وناموس هذا الشوط. أما المركز الثامن شوشرة سالم بن علي بن سعيد العامري بدأ بالشوشرة والإثارة والتقدم المحسوس والملموس في هذه الجولة المتابعة من المركز التاسع، فهني أيضا سرابة محمد بن سهيل بالأسود العامري. والمركز العاشر من نصيب خيلة سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء انتهينا من إذاعتنا ونيدانا الأول، لنعود مرة ثانية إلى التحدي وبالكوس. الله يا أبو أحمد، الله يا أبو أحمد، هذه طلعة قوية وطلعة الناموس، يتابع الطريقة ويتابع طريقة التحدي والانفراد مع حشيمة مطر بن عيد بالكوس الفلاسي من يقدم حشيمة في هذه الأجواء الجميلة. أما المتابعة والإثارة من المركز الثاني التي تأتينا أيضا في ثاني المراكز اللي هي مهمة حمد بن سيب بن محمد العامري من يقدم مهمة في هذا الشوط. أما بالعامري يتأخر إلى المركز الثالث على ظهر سرابة عامر بن خلفان بن راشد بالعامري الاجتبي من يتقدم إلى المركز الثاني. أما المركز الرابع فهناك أيضا بدأت الوشوشة والتحدي والإثارة والقوة من المركز الخامس بغداد سليم بن حريث بن حصيبان العويسي من يقدم هذا الشعار إلى دائرة الصراع على القمة. أما سادس المراكز تأتينا شوشرة سالم بن علي العامري في المركز السادس. الله الله زاخر زاخر قادمة بهجمة لا تنصد ولا ترد عن ناموس هذا الشوط وعن التحدي وعن الزعبران، بدأت تجمع الواحد في الموقع الواحد، ولكن المقدمة شوشرة شوشرة بدأت أيضا بالإنفراد، بدأت بالتحدي، بدأت بالجد والاجتهاد والتغيير إلى الأحسن في هذا الصباح الجميل مع هذه الأجواء الضبابية. نعم 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 شوشرة سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري من يقدم شوشرة إلى المركز الأول، ولكن يلا الله
زاخر، زاخر قادمة، قادمة أيضا بقوة، قادمة ترج الميدان رج. صباح بن قنازل بن سعيد العباري من يقدم زاخر إلى المركز الثاني. أما المركز الثالث تتراجع اللي هي حسيبة مطر بن عبيد بالكوس الفلاسي على المركز الثالث. والمركز الرابع أيضا مياس خالد بن سعيد الكليلي العامري. الله يا الكليلي، الله يا الكليلي، بدأ بالهجوم، بدأ بالهجوم في هذه الأمتار المتبقية الأربعمية متر الأخيرة، ولكن شوشرة، شوشرة وما أدراك ما شوشرة، بدأت بالانفراد والتحدي. نعم تسابق الريح، لا من جهات متولة، مرة هتقاصر لها ومرة هتعديها، شوط المنافس ترى يزهو وتزهو لها، تقول كنك على الأول وصيها، ولكن بالكوت يبو عاد مرة ثانية، عاد مرة ثانية راعي حشيمة مطر بن عيد بالكوس الفلاسي ليصارع على الناموس، ليصارع على الناموس، ولكن شوشرة، شوشرة إلى الأمام، شوشرة إلى الناموس، شوشرة إلى التحدي، شوشرة إلى الزعفران. نهني نهني سالم بن علي بن سالم بن سعيد العباري. أما المركز الثاني مطر بن عيد الكوس الفلاسي، والمركز الثالث بغداد سليم بن حليس بن حسيبان العويسي. المركز الرابع كان من نصيب زاخر صباح بن قنازل بن سعيد العباري، والمركز الخامس مياس خالد بن سعيد الكليلي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، الخمسة المراكز الأولى بعد أن استطاعت شوشرة أن تقبض قبضتها الحديدية وتنتزع المركز الأول، وتهديف سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري. تهانينا وألف مبروك، التوقيت الزمني الذي تحقق مع شوشرة في هذه الجولة بالتأكيد 6 دقائق 8 ثواني وفاء وتماما مع الأربعة كيلومترات. تهانينا مرة ثانية لسالم بن علي العامري على فوز شوشرة. المركز الثاني كان من نصيب حشيمة المطر بن عيد بالكوس الفلاسي بتوقيت زمني 8 دقائق 6 ثواني 6 دقائق و8 ثواني واثنين جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب حشيمة المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب بغداد السليم بن حليس بن حليس بن حصيبان العويسي بتوقيت زمني 6 دقائق 9 ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للفائزين. أشواطنا متواصلة مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هنا إعادة 9 أشواط هذا اليوم، وانطلقت شوطنا العاشر من خلال تواجد أيضا